يقول السائل: إنني أعمل بمحل مجوهرات بمصر، وصاحب المحل نصراني، ويعرض في المحل صلبان يعرض في المحل صلبان، فهل يجوز لي أن أبيع هذه الصلبان؟ لا يجوز لك أن تبيع الصلبان. الصلبان محرمة، صناعتها وبيعها وشراؤها، لأنها شعار النصارى، شعار الكفار، ولا يجوز لك أن تبيع شعار الكفار وأنت مسلم، لأن هذا ترويج لشعار الكفار الذي يعبدونه من دون الله عز وجل، فهي مثل الأصنام، لأنهم يعبدونها من دون الله عز وجل، لأنهم يزعمون أنها على صورة المسيح وهو مصلوب، يزعمون هذا، ولذلك يعبدونها ويتبركون بها ويعلقونها على صدورهم وعلى ممتلكاتهم، يعتقدون لذلك تعبد لها، فلا يجوز للمسلم أن يبيعها لأنه يعين على الباطل. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أنك تبيع الصلبان، تبيع من السلع المباحة، تبيع من السلع المباحة، وأما الصلبان فلا يجوز لك أن تبيعه. نعم.